طول المسار المقطوع اثناء الحركه من المسافه. يلا يا دكتور. المسافه المستقيمه في اتجاه معين من نقطه بدايه لنقطه نهايه. زاحة. ثانيا اختر الاجابه الصحيحه. لا ده لسه ما انشرحش. اختر الاجابه. قول يلا. السؤال ماشي. كل مما ياتي كميه قياسيه ما عدا الازاحه كميه متجهه. قول. جايه وحاضر. جسم يتحرك على محيط دايره نص قطرها باي. عندما يقطع ثلاث ارباع دوره يبقى باي جذر 2، لان القانون بيقول ار جذر 2. ماشي. قول يا دكتور. جسم يتحرك على محيط دايره نصف قطرها باي فعندما خلصنا دي. جسم يدور على محيط دايره نص قطرها ار فان ازاحته عندما يكمل دورتين لان عدد صحيح من الدورات تصبح الازاحه تساوي صفر. يلا يا دكتور. قول يا دكتور. بالظبط. مقدارا. احنا هنكتب مقدارا، هنكتبها في الاخر كده مقدارا بعد كل كلمة تلات ارباع دورة مقدارا. يبقى ازاحة جسم خلال ربع دورة يساوي ازاحته خلال تلات ارباع دورة مقدارا. يلا يا دكتور. يلا. ما احنا دي خلصناها. يساوي خمسة. عندما يتحرك جسم على محيط دايرة نص قطرها ار ازاحته خلال تلات ارباع دوره. لا برافو. ازاحته خلال تلات ارباع دوره ار جذر 2. يلا قولي. امنع الكلام. تحرك شخص نحو الشرق 8 متر ثم للغرب 6 متر. انا لما ماشي في الشرق 8 تعدي لي 8 يلا 8 وارجع ارد في الغرب 4 كام؟ 6 في الغرب 4 6 تبقى المسافه 8 و6 كام؟ والازاحه؟ طب ال 14 جت ال 2 كم مره؟ يبقى انا هاخد 7 امثال المسافه 7 امثال الازاحه. يلا يا جميل قول. ماشي. انت قلت ملخص. تحرك شخص نحو الشرق 8 متر ثم تحرك نحو الجنوب 6 من فيثاغورس مشي في الشرق وفي الجنوب 6 و8 عاملين مع بعض زاويه كام؟ يبقى الازاحه تيجي من نظريه فيثاغورس 6 تربيع زائد 8 تربيع. قولي. حاضر حاضر. صعدت نملة جدار. طب انا هسأل هنا سؤال اتبين بقى مين من الشاطر من اللي مش شاطر. صعدت نملة جدارا طوله 3 متر ثم عادت الى منتصفه. عايزين المسافة وعايزين الازاحة. لسه هي هتجاوب السؤال. المسافة 4.5 والازاحة 1.5. جميل. ركز بقى معايا. وحد الله. ان نملة نملة طلعت 3 متر ردت 1.5 متر. احنا قلنا الاس تساوي 3 زائد 1.5. الإزاحة تساوي 3 ناقص 1.5. 1.5. أنا بقى دوري عايز أسألك سؤال. 1.5 الإزاحة دول لأعلى ولا لأسفل؟ تمام تمام تمام. ثواني بقى يا جماعة. لا 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 احنا الناس ان 1.5
لا اعلى يرفع ايديه. الناس اللي بيقولوا ان الازاحه لا اعلى ترفع ايديها. تمام انزل. الناس اللي هي بتقول الواحد ونص لاسفل ترفع ايديها. هي الاعلى. هي الاعلى مش لاسفل. اولا سببين يخلوك تاخدها الاعلى. السبب الاول السبب الاولاني دي نقطه ايه ودي نقطه ايه. شد خط مستقيم من ايه لحد فين؟ النهايه لحد مين كده صح؟ تبقى بقت الازاحه الاسفل ولا لا اعلى؟ ادي واحده. الثانيه احنا اصلا ما سيبك انت من شد الخط المستقيم. احنا مع الكبير. احنا مع مين؟ يمين اللقبه لا اعلى ولا لا اسفل؟ لا. الثلاثه هي اللقبه. طب الواحد ونص اللي نزلهم هو الاصغر. دايما الازاحه مع الكبير. الازاحه مع مين؟ جيت. تحرك 250 متر شرقا ما قد 150 متر غربا. استنى كم شرقا؟ كم رد غربا؟ كم رد؟ كم تبقى الازاحه كام؟ شرقا مع الكبير. دايما الازاحه مع الكبير. هقول لك على حاجه اوضح لك اكتر. الازاحه كميه متجهه والقوه كميه متجهه والسرعه كميه متجهه. طب انا مستر هسالك سؤال. لو انا جيت كمستر بهاء وقعت تحت تاثير قوتين، كم قوه؟ قوتين. اطلع يالا. تعال اطلع يعني. انت كمان انجز بلاش انت طلعت. قوتين امسك ايديها كويس عشان انت هتشد هنا. امسك ايدي التانية شد هنا. خلي بالك دول قوتين هيشدوا عكس بعض. اهدى. ايوه ده هيشد في الشرق وده هيشد في الغرب. ده ب50 وده ب50. اهدى. بعدين ده 50 وده ايه؟ قوتين دول مع بعض ولا عكس بعض؟ شد ب50 وانت ب50. ايه شد؟ انا هتحرك. يبقى القوتين دول بيجووا بعض ولا بيضعفوا بعض؟ بيجووا بعض ولا بيضعفوا بعض؟ انا كبهاء التوتال بتاع القوه عليا بزيرو لان انا ما اتحركتش. طب التوتال بزيرو ليه؟ اقول لك بزيرو ليه. هو الواد ده لما شد ب50 غربا وده شد ب50 شرقا، ال50 اللي في الشرق هديهم اشاره موجبه. اشاره ايه؟ واللي في الغرب اديله اشاره موجب 50 وسالب 50. يبقى التوتال بيساوي كام؟ تعال بص للجهه دي بقى. ده هيشد ب70 وده هيشد ب50. عمنا بقى هيتاثر بكام؟ ب20. شرقا ولا غربا؟ هو الشرق كام؟ والغرب كام؟ شد انت بقى بس تكون يبقى انا كده روحت ناحيه الشرق ولا مع الغرب؟ يبقى انا كمحصله مع الكبيره ولا مع الصغيره؟ مع الكبيره ولا مع الصغيره؟ انا عايزك بقى تتعلم من الفيزياء. روح البيت عندكم الا جيت ابوك شخصيته اكتر مشي في دل ابوك.
صح كده، اللي جيت امك هي اللي شخصيتها جامده، ماشي في دول امك. لان مين اللي هيسيطر؟ يبقى انت خليك مع المحصله على طول، المحصله بتاعتك دايما مع الكبيره على طول. يلا يا عم.